الفيلم الوثائقي نبض الأبطال لمخرجته هند بنصاري يتوج بالجائزة الكبرى للفيلم الطويل، فيما فاز فيلم أبناء الرمال لمخرجه الغالي أكريمش بالجائزة الكبرى للفيلم القصير، وذلك في إطار الدورة العشرين للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة التي اختتمت فعالياتها. المهم أنا فرحان بزاف بهذا الفوز، وما كنتش كنتظر هذه النتيجة هذه، لأنه هذه النتيجة هذه هي تعتبر الأولى من هذا الحجم اللي كتمنح العمل قادم من الأقاليم الجنوبية في هذا المهرجان الوطني، وهذا شيء محفز ومشجع أكثر، وهو نجاح للفريق كامل كل من موقعه سواء فريق تقني أو الفني. كما أعلنت لجنة تحكيم الفيلم الطويل عن منح جائزة أول دور نسائي للممثلة فاطمة عاطف عن دورها في فيلم مباركة، وجائزة أول دور رجالي للمهدي العروبي عن نفس الفيلم. لحظة يعني إفيمير، لحظة فرح، لحظة تتويج في لحظتها، لكنها تنتهي بمجرد أن تخليني بنفسك كما أقول دائما، ولكنها هي ثمرة مجهودات كبيرة، ثمرة مجهودات أنك صبرتي على واحد الفيلم، والذين يشتغلون في القطاع يعرفون تماما ويعون تماما المجهودات التي نقوم بها نحن كممثلين وكتقنيين. أما فيما يخص جوائز الأفلام القصيرة، أعلنت لجنة التحكيم عن منح جائزة أحسن سيناريو لحمزة عاطفي عن فيلم مرشحون للانتحار، وكذا الجائزة الخاصة للجنة التحكيم لكلير كاهن وعلي السميلي عن فيلم ياسمينة، ومنح تنويه خاص للفيلمين قلق لعلي بن جلون وأغنية البجعة لليزيد القادر. هذا وعدد جائزتي الجامعة الوطنية للأندية السينمائية وجائزة النقد السينمائي للفيلمين أغنية البجعة لليزيد القادري فيما يخص الأفلام القصيرة، ونادير لكمال كمال فيما يتعلق بالأفلام الطويلة، ومنح تنويه خاص لفيلم جمال عفينة لياسين ماركو ماروكو.